دلوقتي معادنا مع جولة لأخبار الطقس نعرفها من دينا شرف مرة تانية. اتفضلي يا دينا. بشكرك يا أحمد. فعلا دلوقتي جه معادنا مع جولة سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في كمان نشاط رياح على بعض المناطق بالليل، وده هيقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في الأقصر 41، وأقل درجة حرارة في مطروح 28 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.